باتيسارت الكابويرا في دبي هو يوم احتفالي سنوي للملاعين بهذه الرياضة المتفردة. في هذا اليوم يتم توزيع الكنيات على اللاعبين الجدد وإسناد الأحزمة الجديدة للاعبين المتفوقين القدامى، ولذلك فهي أكبر فعالية سنوية للكابويرا في الإمارات. فعالية هذا العام تميزت بحضور عدد مهم من معلمي الكابويرا ولاعبيها المشهورين من دول مختلفة من العالم، مثل البرازيل وأنغولا والبرتغال وجنوب إفريقيا وروسيا وعمان، إلى جانب لاعبي نوادي الكابويرا من مختلف نواديها بالإمارات. احتفال الكابويرا السنوي الذي يقام في دبي يستمر يومين ويجمع لاعبين من أعمار مختلفة من الأطفال إلى الكهول، ويتضمن برنامج الفعالية ورشا تكوينية وعروضا تجمع بين الفنون القتالية والموسيقى والرقص في توليفة غير مسبوقة. وتتوج باحتفالية الباتيسارتو وبتغيير الأحزمة أو الأربطة كما يسميها الكابويريون. فريق فيزيك تي في لم يفوت هذه الفعالية وقد جمع لكم من هناك هذه الإضاءات. كابويرا رياضة فريدة من نوعها، نحن بحدث حالياً ترقيات المتدربين اللي اجوا من كل أنحاء العالم على كابويرا، خلينا نشوف شو عم يصير. ما شاء الله سيد، فيك تخبرني ليه نقيت هالنوع من الرياضة؟ لأنه هذه رياضة مميزة ومثل ما شفنا مش أي حدا اللي بيقدر يشارك بهالرياضة. نعم، في البداية أول ما شفت هالرياضة كنت صغير في عمر ممكن يناهد ال 12 سنة في فيلم، وشفت هالرياضة غريبة، يعني كيف هي رقص ونفس الوقت فايت، ولين وصل ليه العمر هذا فحبيت اني ادمج ما بين اللياقة والفن في ان واحد، والحمد لله شاركت وشفت الرياضة وايد تناسب جسمي لاني كنت انا بصغري في الجمباز، فادمج ما بين الجمباز ورياضة ونفس الوقت اللياقة البدنية. عبد الله متدرب كابويرا نال ليفل 2 بهالرياضه، عبد الله فيك تخبرنا شوي عن الليفل 2، كيف حصلت عليه وقد ايش صار لك تلعب هالرياضه؟ بلعب الرياضه كابويرا بقالي 3 سنين، فعشان توصل هذا الليفل لازم تتدرب سنتين على الاقل. فاول كورت تبدا في اسمه كروا which is the white court، بعدين توصل كروا اماريلا اليلو، بعدين توصل أماريلا which is what I have now، بعدين توصل لارانجا أماريلا. عبدالله كم في مستوى بهيدي الرياضة؟ مستويات كتير، عشان توصل لأكتر مستوى which is ماستراندو you need to لازم تلعب على الأقل 30 سنة 40 سنة. عبدالله ليش نقيت هيدي الرياضة؟ أنا كنت عايز أعمل الرياضة دي وأنا عندي 7 سنين، فما لقيته غير في دبي، كنت عايش في السعودية ما كان في كابويرا. عمار خبرني ليش نقيت هذا النوع من الرياضة، الرياضة الفريدة من نوعها؟ والله نقيتها لأنه بنتي بلشت فيها قبلي، فشفتها كثير اكسايتنج وكثير مهمة للفيزيكس تبع الواحد وللكور سترينث تبعته، ف جربتها واي جت ادكتد. طيب وشو كنت تلعب رياضه قبل؟ ما جيم فوتبول، بس رياضات جماعيه يعني كانت. كيف لقيتها، صعبه ولا هينه؟ اولها كثير صعبه، بس لما شوي لما تشوف حالك عم صرت تقدر تعمل الحركات بتصير اسهل كثير يعني.